الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال عليه الصلاة والسلام: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: أنا أعطيك الدليل أخي، لماذا السلفية بارك الله فيك؟ لابد الصبر. بس أنا في فضل. سؤال الحين، هؤلاء كلهم يقولون نحن على الحق. لا، الحق ما يقول على السلفية. أنت تقول نحن على الحق السلفية. أنا أسألك لماذا تقول قرآن وسنة؟ كلهم يقولون قرآن وسنة. لكن ما يقول السلف الصالح؟ لماذا أنت تضع قرينة سلف الصالح؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضعها. ما الدليل؟ أخي ذكرت لك دليلين يا أخي الكريم. ذكرت لك حديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري ومسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذه القرون الثلاثة اسمها السلف الصالح. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وقال عليه الصلاة والسلام: ما هي محدثات الأمور؟ هذه شيء ثاني. قبل خلينا كما تخرج من السؤال للسؤال حتى نوصل الجزائر. أول نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم: قال النجوم أمنة على السماء، فإذا أتى السماء ما توعد، إذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأنا أمنة على أصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أمنة على أمتي. فالنبي والله جل وعلا يقول في القرآن الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. تبعوا من؟ المهاجرين والأنصار، وهم السلف الصالح. لأجل ذلك لابد من فهم القرآن والسنة على فهم السلف الصالح. أما أكثرتهم هنا يقول القرآن والسنة على فهم الإخوانجية أو الفهم السرورية أو الفهم التبليغية أو الفهم الفرق أخرى. ونحن نرجع إلى السلف الصالح، إلى الصحابة الذين مدحهم الله جل وعلا. أحسن الله إليك. وإليك. وأنا أشهدك أني سلفي. الحمد لله. من أي بلد أنت؟ أخوك صلاح الربيع من الكويت. حي الله أهل الكويت. أنا شيخي من الكويت، شيخ خالد الضفيري، علمني شخصيا. حياك الله، الله يحييك، بارك الله فيكم. الحمد لله. ما شاء الله. أو زيف الواحد مبارك مان. ما شاء الله يفوتوني. السلام عليكم. مبارك يا أخي مان. ما شاء الله نسي مان. It was doing good يا. الحمد لله. Is there any kuffar give them دعوة؟ No, it's been off. I just came back from